المتابع للأحداث الوطنية التشادية المعنية بشؤون الأمن والدفاع يرى أن هذا القطاع يشهد تغيرا ملموسا نحو الأفضل من وقت لآخر، ونظرا للموقع الاستراتيجي لدولة تشاد في النقطة الفاصلة بين أفريقيا شمال الصحراء وجنوبها، لابد من أن تكون هذه المنطقة مؤمنة لرفع أي تحدي يسعى للمساس من استقرار هذه القارة. وهذا الجانب الإيجابي الذي يسجل للمنطقة لعب دورا كبيرا في إعادة الاستقرار لفترة طويلة. وإذا ما تصفحنا العامين المنصرمين من فترة حكم الرئيس إدريس ديبي إتنو في الفترة الرئاسية الحالية نرى تغيرا، فالتنظيم الذي أدخل في هذا المجال جعل من أفراد الجيش التشادي ضمن الجيوش التي يشاد بها على صعيد القارة في إعادة تأمين حدود أراضيهم الوطنية والتعاون مع جيوش الدول المجاورة لسد أي نوع من أشكال عدم الاستقرار. فقد تم تحديد وتنظيم وحدات الجيش المختلفة، وذلك ضمن مشروع طموح لعب من خلاله رئيس الجمهورية القائد الأعلى للجيش دورا محوريا، سواء في لقاءاته المختلفة مع الوفود الزائرة للبلاد أو في المحافل التي تجمعه بالجهات المعنية بذلك. ومنذ تنصيبه لفترة رئاسية جديدة، رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو تعهد بالعمل المشترك بأن تكون تشاد آمنة في ظل اضطرابات متكررة تشهدها أغلب دول الجوار. ففضلا عن القوات المشتركة بين تشاد والسودان، هناك قوات مشتركة من تشاد والسودان وأفريقيا الوسطى تعمل على الحدود لتأمينها. هذا ناهيك عن القوات العاملة على منطقة حور بحيرة تشاد في التصدي لجماعة بوكو حرام، إضافة إلى قوات مجموعة الخمس العاملة في الشريط الساحلي لأفريقيا. ونظرا للأهمية الكبرى لهذا الإقليم الساحلي في الأمن الدولي، تساهم الدول الصديقة لدول مجموعة الخمس بما لديها من خبرة في أن يعرف هذا الجزء من العالم الاستقرار والتنمية. وهذه الفترة الرئاسية حدثت فيها تغيرات كبيرة تفتح للبلاد آفاق جديدة، بدءا من التنظيم المؤسساتي وحتى ولادة الجمهورية الرابعة.